مع 9 جوان، أهلا وسهلا بكم متابعينا على قناة التاسعة. موعد نهاية الأسبوع في رونديفو نوف، نرجع على آخر أخبار الـ 24 ساعة الأخيرة بالتحليل والنقاش. ليلى مع كل من خليفة بسالم، أهلا وسهلا بك. مرحبا لطفي العماري. مساء الخير. مساء الخيرات لكما ولسادة المشاهدين. الليلة الموعد في لو رونديفو، والضيف باش يكون بوجمع رميلي، قيادي سابق وعضو مؤسس بنداء تونس، أيضا خبير في التنمية، لديه العديد من الكتاب باش نحكيو اكيد في الاوضاع اليوم. لكن باش نرجع شويه للتجربه السابقه، خلاصاتها واستنتاجاتها، هذايا انطلاقا من 7:30 مساء. في إطار مواصلة أعمال البحث التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني على أثر سقوط مروحية بعرض البحر أول أمس، تم صباح اليوم انتشال جثة ثالثة وفق ما أكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها. وأكدت أيضا بأن أعمال البحث ما زالت متواصلة إلى حد اللحظة، ربي يرحمهم وينعمهم. نفس الموضوع كان محور لقاء رئيس الدولة يوم أمس بوزير الدفاع عماد مميش، تناول اللقاء هذا الحادث الأليم وأثر سقوط المروحية. وأكد خلال ذلك رئيس الدولة على ضرورة تجديد العتاد العسكري، ويقول بأنه مثل هذه الحوادث لا يمكن أن تشهدها أي دولة، تحصل للأسف في تونس نتيجة لتآكل عدد من المعدات، وهو ما أدى ولا يزال إلى مثل هذه الفواجع، وذلك وفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. الفكرة أنه تطرح اليوم هو للأسف طرحت في سياق أليم، ربي يرحمهم وينعمهم، فاجعة أليمة. لكن الفكرة أنه نحكيه على العتاد العسكري، لطفي، على التجديد وعلى تآكله لسنوات، على أنه مش معقول وغير مقبول، هذا خاصة كي تحكي على مؤسسة هامة لا غروند مويت، الجيش الوطني. اليوم كيفاش نتعاملوا مع الوضع هذا؟ نستناو اللي نصير حادثة أليمة باش نحكيو على تجديد العتاد؟ نحكو على المؤسسة الوحيدة التي ظلت على امتداد 12 سنة هذوما تحظى بثقة وتقدير ومحبة الشعب التونسي، وهي ثقة استمرت بنفس النسق رغم ما عاشته تونس من هزات ومن اضطرابات كبيرة. كانت فيها مؤسسة الجيش الوطني هي صمام الأمان، ورغم الانفلاتات الكبرى اللي حصلت في البلاد خاصة في السنوات الأولى، لم نسمع عن أي حادثة معناها متاع تمرد أو عصيان أو مطالبة داخل هذه المؤسسة. ومع ذلك كنا نعرف أن هذه المؤسسة تعيش صعوبات مالية متزايدة وقد بلغت ذروتها عندما أعلن وزير الدفاع السابق من على منبر مجلس نواب الشعب على هذه الظروف، وتحدث حتى على صعوبة التزويد الغذائي للثكنات التونسية، وكان التصريح صادم لجميع التونسيين، واعتقدنا أنه سيتم تدارك هذه النقيصة الكبيرة. لكن واضح أنه رغم الترفيع في ميزانية وزارة الدفاع إلا أنه ما يلقى على حملها من مسؤوليات كبيرة هو الذي ربما جعل الميزانية لا تفي بالحاجة. المسألة الثانية وهي حالة الطائرات وباقي المعدات، السيد رئيس الجمهورية هو في نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة، مفروض تبدأ عنده كل المعطيات والمعلومات بخصوص تجهيزات المؤسسة العسكرية
وبالتالي لا نتكلم بعد حصول الكارثة، وإنما كان علينا أن نسعى إلى منع هذه الكارثة منذ سنوات. فضلا عن كل هذا، لو أنه محمود اتصاليا أنه خرج في الوقت المناسب، ساعات احنا نلومه على الزمن الرئاسي اللي مش متلائم مع العديد من الملفات والقضايا. لطفي، أنا نحب وقت يخرج رئيس الدولة يخرج بإجراءات، وقت يخرج رئيس الدولة يخرج بحلول. رئيس الدولة ليس مطالب بالاستفسار والتسائل والبهتة كأي مواطن تونسي، هو رئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، مفروض هو يعرف كل كبيرة وصغيرة حول واقع المؤسسة العسكرية في تونس. وبالتالي كان من الأول يوم دخل فيه لقصر كارتاج يكون على اطلاع بهذه النقائص. ثم وهذا ربما الأهم، احنا نعرفوا اللي المساعدات المالية واللوجستية كبيرة جدا التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى المؤسسة العسكرية، إلى وزارة الدفاع التونسية، هذه المساعدات شهدت تقلص كبير جدا سواء على المستوى المالي أو على مستوى المعدات، ومنها القطاع الغيار، لأنه نعرف احنا نتزود تقريبا بتجهيزاتنا العسكرية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، و يبدو أن هذه أحدى تداعيات هذا التراجع في المساعدات الأمريكية، واللي خلى ربما الأسطول متاعنا يشكو من خلل كبير. لهذا لا يبرر زادة أن المروحية هذه وقت اللي خرجت باش تقوم بالجولة الليلية متاعها كان على فريق الصيانة أنه يقوم بالواجب متاعه ولا يترك أربعة من خيرة أبنائنا يطلعوا معناها في جولة تفقدية ليلية ويلقون حتفهم بهذه الطريقة. عليه في العشرة سنوات من المفروض مش قاعدة ثم هالميزانيات المرصودة أو المساعدات قاعدة تجي، وين مشيت لطفي؟ مش من المفروض كل ما تجينا نجد ولو جزء من هذا الأسطول باش ما نوصلوش لمثل هذه الكوارث؟ اليوم المؤسسة العسكرية خليفة خط الدفاع الأول، نجاحات كبيرة للجيش التونسي رغم الظروف هذه اللي يحكي عليها لطفي واللي نعرفها واللي يحكي عليها رئيس الدولة اللي هو في نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يتكلم، يخدموا في صمت، ما يتكلموش. الأمن نعرفه عنده نقابات وعنده ديما الألسنة تتكلم باسم الأمن على ظروفه وعلى المعدات اللي في حوزته وعلى تجهيزاته وعلى أموره المالية والمادية. شكون اليوم اللي دافع على الجيش الوطني وعلى هالحالة هذية مثلا اللي يوصل لها العتاد اليوم اللي مش معقولة؟ متفقين، ولن نتقدم بالتعازي لأسر الضحايا. أنا أقول لقاء رئيس الجمهورية مع السيد وزير الدفاع مهم على جهة غلق الباب أمام التأويلات، لأنه في النهاية طائرة عسكرية وتسقط لابد أنه تظهر بعض التأويلات على الأسباب المسببات، لأنه وقعت في كثير من الدول وساعات السقوط فتح الباب نحو كثير من الأسئلة والاستفهامات. يبقى أنه بيان الرئاسة كان واضح أنه مرتبط بقضية تآكل المعدات وبالتالي الإخلالات الفنية اللي في مطلقها غير مقبول، لأنه الأصل حتى سيارة ولا حافلة تابعة لشركة ولا غيرها كي تعمل حادث نتاج مثل هكذا إخلالات لابد أنه ثمة مسؤوليات مباشرة، ولكن الأحداث كذلك تقع أو تقع حتى في أعتى الدول، شفناها طائرات في الولايات المتحدة في روسيا آخر مرة ولا في غيرها، يقع هذا مش مقبول، مش معناه أنها تقع حاجة باية ومقبولة أو مبررة ولا غيرها. نتحدث عن ميزانية، أنا أعتقد أن وضعية التآكل هذا بتاع المعدات اللي هي تقريبا متشابهة في معظم القطاعات، شفنا مساعد كهربائية بتاع مستشفيات ما خدمش، تذكر الكارثة اللي وقعت في جندوبة معناها عندها مدة، مؤسسة التعليم من المفروض ما تحكيش على نقص فيها كيما صحيح كيما الصحة كيما الجيش الوطني كيما الأمن كلهم جيش وطني. ما هو إذا كان نختار وإحنا نقولوا ثم أولويات خاطر إحنا إمكانياتنا ما تسمحش، ثم قطاعات تخليهم في درجة أولى. درجة أولى ديما التعليم والصحة عندي أنا، خاطر درجة أولى اللي مرتبطين أكثر بمشاغل متفقين. أمن لا أمنش بمهزوز لا بس بيه. لا نحكي يا خليفة مش على حكاية هزين، احنا نحكيو على نقطة أثرها رئيس الدولة اليوم اللي هي صحيحة وموجودة. تونس ليست بلد
يعني عسكري كما الدول في الجزائر ولا في مصر ولا في غيرها. الخلل موجود باش تخلي اي قطاع ناقص مش معقول. المفروض زادك شوف وزاره الثقافه تشوف حاله كثير من دور الثقافه. هذا الكل ازمه شامله. ما هذا هو المشكل، يعني الاخلالات والنقائص على مستوى البنيه التحتيه او على مستوى الامكانيات التقنيه او الفنيه بحسب الاختصاصات الموجوده كلها ناقص. تي بلاد واضح يشكي الرب، هذا باش نخبيوه، هذا واضح الى معناها العيان، الناس كل تعرف هذا الوضع، وهذه مسؤوليه الدوله، يلزم تبتكر الحلول، ما ثماش واحد اخر مسؤول في هذا عدا السيد رئيس الجمهوريه وفريقه الحكومي اللي تشرف عليه الا نجله بودن، هذا متفقين فيه، هذه مسؤوليه، ولكن الاخلالات في كل القطاعات لا بل اهون في المؤسسه العسكريه، معناها ان شاء الله هذا حد الباس وقاتلنا كارثه طيله هالمده هذه كلها، قلت لك الكوارث موجوده، برشوفها في الكياسات اليومين كي صبت الشتاء وغيرها، يعني ثم مشكله كبيره. هذا يلزمه معناها راهم بشرونا بتونس جديده. اذا توا بعد عامين مازلنا في تونس ورئيس الدوله يتسائل كيف وكيف اي مواطن، ونحكوا على حاله المؤسسه العسكريه، انت قلت صحيح كانت تونس تولي اهتمام كبير للحاله التربويه والصحيه، لكن اليوم راك في تونس وليت في ظرف امني اقليميا ودوليا مختلف تماما عن العقود السابقة. اليوم الامن اليوم طيارة اليوم الامن القومي اليوم الامن القومي اصبح اولويه الاولويات. اليوم ظهر لك ظاهره جديده اللي هي ظاهره الارهاب اللي معاها هي لا تنجم تعمل تربيه لا سياحه لا ثقافه لا صحه، وبالتالي اصبحت وزاره الدفاع من اولى اهتمامات الدوله التونسيه خاصه على المستوى المالي ومستوى الميزانيه. أنا نعطيك مثلا المعلومة أن الخطة الانفاق العام المالي 2024 تاع وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن تخفيض المساعدة الأمنية لتونس من 61 مليون دولار في 2023 إلى 53.8 مليون دولار في سنة 2024. علاش الإجراء الأمريكي هذا؟ نظرا لطبيعة العلاقة اليوم المتوترة بين البيت الأبيض وسر كارتاج، هذيك مسألة أخرى. أنت تعرف نعرفها مربوطة بحركة النهضة وبالانتقال الديمقراطي. مش مربوط شنو مش هذا فقط، مش مربوط الولايات المتحده الامريكيه هددها قيس سعيد في امن الاستراتيجيه، هي التي ساهمت مساهمه كبيره راهو في ملحمه بن قردان، لانه هي اللي قامت بضرب 100 قيادي داعشي داخل صبراته وقت اللي كانوا يهيئوا في الهجوم على بن قردان. اش فضل وقتها في بن قردان؟ بقات بعض الذئاب المفرده هي اللي قامت بالعمليه، لكن الضربه الاصليه تمت في عقر دار الدواعش في صبراته. هذا ما شكون عنده المسؤولية الاستراتيجية في انتقال هذا الداعش والقاعدة والارهاب في العالم؟ انت مع الباجي، انت مع الباجي قائد الولايات المتحدة الامريكية، ماهيش هي المسؤولة، انت مع الباجي قائد السبسي. أيوه. ظفرت بوضعية شريك متقدم وخاص للحلف الاطلسي، واللي بموجبه هو اللي تتمتع سياسيه، خلينا عاد بموجبه هو اللي تتمتع بعديد الامتيازات في علاقه بالتعاون العسكري الامريكي التونسي. اليوم المساعدات هذه قاعده تنخفض، وبالتالي تنعكس اليا على الترسانة اللوجستية متاعنا. وقتها كي انت عملت الموقف هذا بالولايات المتحدة الأمريكية، تحضر بديلك، تحضر بديلك ويكون عندك بديلك ضد الولايات المتحدة الأمريكية. الدولة انت تعرف اللي هو في آخر تقرير ثم معركة نتاع السياسة، في آخر جسم معركة السياسة المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نذكر حاجة، عندنا معركة مع كل العالم الحر، نذكر حاجة، نذكر حاجة دارنيغمون ريسامون في أمام الكونغرس الأمريكي كان ثم تقرير، كان ثم تقرير يرجع الأوضاع لتونس وتم حتى ترجمته وحكينا عليه احنا هوني، يحكي مثلا على المساعدات للجيش التونسي. صحيح هناك إشادة بمجهودات الجيش التونسي والدور الذي يلعبه في الداخل التونسي وفي المنطقة، ودعاه إلى أن يبقى بعيدا عن السياسة، لكن دور الحكاية وتربط بالأوضاع والتطورات السياسية أولا والاقتصادية من ثم والاجتماعية، يعني ما نجمش تجزء هذا من ذاك، كله مربوط ببعض. اللي الكونغرس الأمريكي قام بإعداد تقرير حول مدى ما يسمى بتورط الجيش التونسي في 25 جويلية، لكن ثبتت
من خلال هذا التقرير اللي تم إعداده من قبل الخبراء الأمريكان أن الجيش التونسي ظل على الحياد، وبالتالي حافظنا على الحد الأدنى في علاقة المؤسسة العسكرية التونسية بناظرتها الأمريكية، لكن تحت الضغوطات عديد النواب تم التراجع عن جزء كبير من المساعدات. التراجع هذا ينعكس على حالة كما قلنا الترسانة العسكرية اللي عندك. هل معقول رئيس الدولة راهو يتكلم؟ رئيس الدولة قال لك راهي الطائرة هذه طاحت لأنه قطاع الخيار مهترئة. هي مسؤولية شكون؟ مسؤوليته هو. هي ولا رئيس الدولة المفروض يجاوب على الأسئلة ويقول راهو هاو شرصدنا ميزانية إضافية لوزارة الدفاع حتى يتم صيانة المعدات نتاعها ولا يتكرر هذا. شلا عمل رئيس الدولة؟ طلع رئيس الدولة تحدث كيما كروني هذا اللي سمعني ما نعرفوش شنو اللي تقال فيه. احنا نستنى رئيس الدولة ايش يقول. احنا قلنا الوضعية هذه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في قلب العملية السياسية في تونس. أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها ناقشت مع المستشار الألماني الحاجة إلى اتفاق بشأن تمويل صندوق النقد الدولي لتونس، وكشفت أنها من شأن زيارتها المرتقبة مجددا إلى تونس يوم الأحد المقبل من شأنها أنها تمهد للتوصل إلى اتفاق بين الرئيس الدولة قيس سعيد وصندوق النقد الدولي. تحدثت مع المستشار شولتز عن الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي والذي كان جزء من زيارتي إلى تونس مؤخراً. وجدت أن المواقف تتوافق فيما يتعلق بالملف التونسي. يجب التعامل مع الوضع الحالي في تونس بنوع من البراغماتية ومنحها الأولوية اللازمة، لأن عدم الاستقرار هنالك يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على شمال إفريقيا، وسيكون لها تبعيات ستؤثر علينا بعد. وهذا كان محور حديثي في اللقاء مع الرئيس قيس سعيد للوصول إلى اتفاق يمنح تونس أكثر ضمان، وأعتقد أن السفر يوم الأحد يمكن أن يسهل الوصول إلى اتفاق، لأن ذهاب رئيسين من دول الاتحاد الأوروبي والمفوضة الأوروبية يمكن أن يلعب دور من أجل إيجاد اتفاق. سنذهب إلى تونس بحزمة من المبادرات التي من شأنها أن تفتح الطريق لإيجاد نقاط التقاء والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. أنا تحدثت كثيراً مع رئيسة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا خلال قمة السبعة في هيروشيما، وأظن كذلك المستشار الألماني يشتغل على نفس الموضوع، وأعتقد أننا سنصل إلى حل. سياق هذه الزيارة سمعنا الجانب الإيطالي، نسمع الآن الجانب الرسمي التونسي. سعيدة باستقبال وليد الحجام المستشار الدبلوماسي لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيد المستشار. مرحبا. أهلا وسهلا بك ملاك، أهلا وسهلا بالحاضرين معك في استوديو وجميع مشاهدي قناة التاسعة. شكرا لك سيد المستشار على تلبية هذه الدعوة. يريد العديد من التساؤلات حول إطار هذه الزيارة، حول الملفات التي ستطرح، حول أسبابها. حتى الزيارة اللي فاتت حكينا فيها، لكن عمليا ما عندناش حاجة أو نتيجة واضحة وملموسة، والتساؤلات كثرت حول زيارة قصيرة مرتقبة ثانية في غضون أسبوع. شنو النجم يقول لنا المستشار الدبلوماسي لدى رئيس الجمهورية حول هذه الزيارة المرتقبة؟ شكرا بارك الله فيك على تحري المعلومة من مصدرها، لأنه بالحق نحن في المدة الأخيرة بعد الزيارة نتاع السيدة جورجيا ميلوني إلى تونس كثرت برشا تعليق وبرشا تحاليل، أو حتى يمكن شبه تحاليل كانت في الحقيقة تحاليل غير جدية وغير مقبولة، تتحدث عن يعني تدخل في الشأن الوطني وفي القرار السيادي التونسي، وفي أنه معناها دولة صديقة في وتواتر زيارات نتاع دولة رئيس الحكومة دولة صديقة إلى تونس، يعني أصبح يعني مدعاة لل الريبة، وكأنه يعني أمر معيب أو مش عارف شنو بالضبط، وفي أنه أن في لأنه في بالعكس العملية هذه وهذه الزيارات هذه تشير إلى ديناميكية جديدة في علاقات تونس مع الفضاء الأوروبي سواء في إطار الثنائي أو متعدد الأطراف، وبالتالي كل ما يقيل ويقال عن الزيارة وعن الزيارة الفارطة وعن الزيارة المقبلة هو في الحقيقة غير دقيق ومجانب للصواب ومردود كلام مردود تماما على أصحابه مهما كان مصدرهم،
ومهما كان وظيفتهم. زيارة متاع رئيس المفوضية الأوروبية إلى تونس برفقة رئيس الوزراء الإيطالية والوزير الأول الهولندي هي في الحقيقة زيارة متاع رئيس المفوضية الأوروبية كانت مبرمجة من قبل، لذا لا حديث ولا مجال الحديث عن ارتباط بين الزيارة السابقة للسيدة ميلوني والزيارة هذه. بالعكس، رئيس المفوضية الأوروبية كان زيارتها مبرمجة إلى تونس، ويمكن الإضافة أو الشيء الجديد فيها أنه بتكون مرفوقة برئيس الوزراء الإيطالية والوزير الأول الهولندي، ولكن هذه زيارة كان برمجة. لذا نقص مع الموضوع هذايا والحديث على أنه الزيارة كانوا مرتبطين ببعضهم. النقطة الثانية اللي حبيت جدا نوضحها هو بخصوص يعني الحديث عن أنه هذه الزيارة هذه فيها إملاءات إلى إلى على تونس بخصوص علاقتها ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، أو في خصوص علاقاتها وفي قراراتها السيادية. هذا نحب نقول لك، نحب نقول للناس الكل أنه الكلام هذا أيضا مردود على 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 على, على أصحابه، باعتبار وأنه على أنه ماهوش فقط الاتفاق المفاوضات الجارية بين تونس والصندوق النقد الدولي اللي هي محور من محاور الحديث، ولكن فما محاور كثيره اخرى، ومش عارف علاش نحن تو في العديد من البلاتوات سواء عندكم ولا في بلاتوات اخرى نركزوا فقط انه علاقاتنا الخارجيه لتونس تلخصت فيها القرض مع الصندوق النقد الدولي. راهو عندنا مجالات تعاون اخرى كثيره ومتنوعه في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي والعلمي، ومش عارف لكن سيد المستشار احنا ما عندناش علم بكل ذلك. يعني جسمه هذاك علاش مهم جدا انه نسمعوك وتتدخل في وسائل الاعلام ونسمعوا من المصدر خير من نقعدوا في قراءات مختلفه ما نعرفوش شنو صحيح سمين من الغث فيها. تفضل. بعدين نشوفوا في التحاليل وقد وهالطريقه الحوار قد وقد، وهذه ما في حتى صحيح حتى صحه. هني قلت لك معناها نقطه معناها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي موجوده صحيح باعتباره انه هذا موضوع من المواضيع المطروحه، ولكن رانا ما نحكيوش معاهم فقط، السيد الرئيس كي يحكي ما يحكيش فقط على الموضوع هذا. ثم نحب نرجع لحكاية صندوق النقد الدولي، راهو الحديث عن إملاءات راهو شيء مضحك تماما، لأنه والحديث عن الخضوع لهالإملاءات راهو هذا أمر أكثر إضحاك، لأنه لا مجال بالنسبة لسيادة رئيس الجمهورية، وهذا واضح جدا وقالوا في العديد من المرات وباش يعاود يذكر في العديد من المناسبات القادمة، راهو لا مجال لقبول بأي إملاءات خارجية كانت مهما كان مصدرها. والخيارات بالنسبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي في تونس باش تكون خيارات وطنية خالصة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتحافظ على السلم الاجتماعي، راهو السلم الاجتماعي بالنسبة لسيد رئيس الجمهورية هو خط أحمر، وأي قرار وإلا أي إجراء باش يمس من السلم الاجتماعي هذا راهو لا سبيل إليه، لأنه باش يمس من الشعب التونسي وباش يمس من قوته ومن سلمه الاجتماعي. لذا الموضوع هذا بالله زاد الكلاسيو هي فبختوت، راهو الحديث عن إملاءات والخضوع لمثل إملاءات راهو لا صحة له. يعني تأكد لي السيد المستشار أنه المفاوضات متواصلة مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات التي ربما ستقدم أو قاعد يتم الحديث فيها لا تمس بالسلم الأهلية ولا بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، لكن نبقى ونسألك السؤال ما نعرفوهاش الإصلاحات هذه يا سيد المستشار. شفت مدام ملك فريمو أنت متأثرة شوية باللي يتقال في الوضع العام. لا أنا دوري أني نسأل ونأخذ المعلومة سيد المستشار. سؤالك فقط مرتبط بصندوق النقد الدولي. شوف سيد الرئيس كان واضح في العديد من المسارات، راهو نحن راهو سيد الرئيس والدولة التونسية ليست ضد أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن ضد أن يكون هالاتفاق في شروط أو إملاءات راهي تمس من السلم الاجتماعي في تونس. هذا ذولي واضحة الجملة. يعني الموضوع مش موضوع متاع المفاوضات مع الصندوق وإلا لا، الموضوع أنه هل الاتفاق لابد وأن يكون اتفاقا يأخذ بعين الاعتبار الوضع الحقيقي لتونس على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي، يأخذ بعين الاعتبار وضعية الشعب التونسي. نحن عايشين في وسطنا ونحن توانسة في بعضنا ونعرف وضعيتنا بالضبط، وأحنا الطبيب اللي نجم يعرف شنو هو الدواء. أنا سؤال وحيد وأغلق القوسين فيما يخص المفاوضات مع صندوق
النقد الدولي. وين وصلت الى حد اللحظه هذه المفاوضات؟ شوف انا 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 فوا مش وقت مش نقول لك وين وصلت، لانه فما العديد من معناها النقاط اللي يلزم شرحها في التو، ما اعتقدش انه الوقت يسمح لنا بالحديث فيها بصفه مستفاضه. ولكن ناكد لك ونعاود نقول لك انه راه المفاوضات هذه، راه السيد رئيس الجمهوريه ليس ضد المفاوضات كمبدا وكفكره، ولكن ضد انه يكون هناك املاءات على تونس في اطار المفاوضات هذه. لانه بالله تحب نرجع لموضوع، نرجع للزياره، لانه هذه الزياره هو الحدث الابرز داكوردو. نعتقد انه توا فما الحديث زاد انه الزياره مركزه فقط على الجانب الاقتصادي والمالي. صحيح ما احنا ما نجموش ننكروا انه فما وضع اقتصادي ومالي صعيب شويه في تونس يستدعي تضافر الجهود، كسوا نحن كتونس في بعضنا بالعمل وبالانتاج وبالانتاجيه، ولكن ايضا بالتعاون وبالشراكه مع الاصدقاء والشركاء. ولكن ايضا انه باش نقولوا فقط راهي الزياره هذه باش نتحدثوا فيها كان على الوضع الاقتصادي، والا كان على الهجره غير النظاميه، فراه هذا اجحاف في حق الدبلوماسيه التونسيه وفي حق الدوله التونسيه. لانه صحيح هزوز نقاط هذو باش مطروحين تطرحوا في زياره ميلوني السابقه، وباش يطرحوا ان شاء الله في الزياره المقبله نهار الاحد نتاع الوفد الاوروبي، ولكن راهو من المعيب على الناس اللي تتحدث هكا انه تحصر العلاقات وتحصر تحرك الدبلوماسيه التونسيه وتحصر الافكار اللي قاعد يقدم فيها رئيس الجمهوريه في نقطتين فقط، هو الوضع الاقتصادي والهجره، على اهميتهم ومتفقين على هذيا. ولكن ايضا راهو ما همش هما فقط المواضيع. ديجا انا ديجا باش نقول لك ايش بقيه المواضيع سيد المستشار، نعملوا على رحاب صدرك بخلاف الموضوع الاقتصادي، بخلاف صندوق النقد الدولي، بخلاف الهجره، شنو هي المواضيع الاخرى التي يمكن ان تطرح؟ صحيح. هو تقريبا في الزيارة المرتقبة هذه فما أربع محاور كبرى يمكن باش يتم الحديث فيها. طبعا كما قلت لك فما زوز محاور هذوكم اللي الناس الكل مركز عليهم، اللي هما الجانب الاقتصادي والمالي والجانب الهجرة. ولكن أيضا باش يكون هناك حديث عن شركات جديدة لا سيما في مجالات واعدة كما الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. ولكن أيضا باش يكون هناك أيضا تركيز على عدد محاور الثقافية وعدد محاور تخص المجال التعاون العلمي وخاصة بالشباب، تنقل الشباب والكفاءات، تطوير كفاءات التوانسه، تطوير الشراكات والمواهب والمهارات. يعني كما قلت لك راهي المقاربه في علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي وفي علاقاتنا مع الدول بصفه عامه الصديقه والشقيقه ماهيش مقاربه تقوم فقط على المال وعلى الاقتصاد، على اهميه نعاود نقول، ولكن ايضا هناك معناها عناصر اخرى. راهو يلزمنا ان نعرفوا مليح انه راهو الدبلوماسيه التونسيه بتوجيهات من رئيس الجمهوريه راهي قاعده تخدم عليها، وراهو فما يعني هذه حتى اللقاء هذا القادم تاعنا لحد هو فرصه ايضا لتعميق التشاور السياسي وتعزيز الحوار حول اليات وفرص التعاون والشراكه بين تونس والاتحاد الاوروبي، لا سيما وانه في اطار مجلس الشراكه تونس الاتحاد الاوروبي اللي تذكروا انه تنعقد قبل في بروكسل، وان شاء الله ينعقد قبل موفى هذه السنه مجلس الشراكه بين تونس والاتحاد الاوروبي على مستوى رئيس الجمهوريه ورئيس الاتحاد الاوروبي. هذا زاد العباد ما تحدثش عليه على اهميته زاد. ما هو احنا سيد المستشار مهم جدا الكلام تقول فيه وشكرا لك على التوضيح، لكن ما ننساوش اللي احنا حتى الاعلام التونسي راهو زاد قاعدين نسمعوا ونستقيوا في العديد من المعلومات حول نفس هذه المواضيع اللي تقول سيادتك ما يلزمناش نركزوا عليها فقط، قاعدين نسمعوا فيها من الطرف الايطالي خاصه من جورجيا ميلوني، من رئيس من وزير الخارجية، من المفوضية رئيس المفوضية الأوروبية، هما تقريبا كلامهم وتركيزهم على هذه المواضيع دون غيرها. شوف أهلا ملك، شوف أهلا ملك، نحن راهو في المفاوضات وفي اللقاءات وفي العلاقات الدبلوماسية، راهو كل طرف يركز على الجانب اللي يحب عليه هو، داكوردو. دونك احنا هو أنا لم أنكر ولن ننكر أنه راهو الموضوع زي الموضوع الاقتصادي وموضوع الهجرة، راهي مواضيع مطروحة، ما نجم حتى حد يكذب عليك ويقول لك مش مطروحة، معناها فهمت؟ ولكن راهو احنا حابين نقولوا راه فما مواضيع أخرى عندها زاد أهمية بالنسبة لتونس اللي قاعدين نتحدثوا فيها، وقت نتحدثوا على تنقل الشباب، وقت نتحدثوا على تطوير الشراكات، وقت نتحدثوا على مجلس الشراكه تونس الاتحاد الاوروبي اللي هو عمليه مؤسساتيه واسعه وتشمل العديد من المجالات، روح هذه محاور يتم الحوار فيها. ولكن زاد وقت نتحدثوا على الهجره غير النظاميه مثلا، رانا نتحدثوا فيها مثلا، نعطيك اكزامبل تاع الهجره غير النظاميه، رانا نتحدثوا فيها بمنظور تونسي، بمقاربه تونسيه خالصه، واللي قالها رئيس الجمهوريه في برشا مرات، قال على انه المقاربه الامنيه ما عادش موجوده،
قال انه لازمنا نكون مقاربه تمشي الاسباب نتاع الهجره، مش نعالجوا هكا المشاكل ونحطوا بوليسيه ولا حاجه ولا حرس بحري على الحدود لا هذه ما عادش السيكادوك ما عادش ما عادش تعطي نتائجها. ومن ذلك المبادره اللي اطلقها السيد رئيس الجمهوريه بخصوص القمه الدوليه حول الهجره اللي بدات تشوف النور في كفكره وبدات تترسخ بشويه بشويه وبدات تاخذ يعني البازل بدا يركب باش تتعقد هذه القمه في اقرب الاجل الممكن ان شاء الله. هذوما زاد لابد ان نكونوا زاد واعين بهم على المستوى الوطني وعلى مستوى الاعلام الوطني، نقص شويه من قد وقبل لانه هذوما زاد يطرحوا العديد من السوبوزيسيون اللي ماهمش صحاح واللي نجموا يغلطوا الراي العام والمواطن العادي اللي يسمع فينا، وهذا مش موجه للبلاتو هذا، بالعكس انا نحن نكون كل التقدير والاحترام للبلاتو هذا ولكل الوسائل الاعلام الوطنيه العامله ونشجعوهم على العمل، ولكن زاد في اطار يعني نوعا ما من التماشي مع الواقع وليس على الهيبوتيز على الفرضيات اللي تنجم تكون صحيحه وتنجم تكون غلطه، ولكن للاسف في العديد من المرات كانت غلطه. شكرا لك وليد الحجام المستشار الدبلوماسي لدى رئيس الجمهوريه قيس سعيد، شكرا لك على المداخله. اخبارنا ما زالت متواصله في رونديفو 9 بعد رونديفو القدره الشرائيه مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. اليوم نحكي على السيرفيس تلقاوه متوفر في مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور إكسبرس، لو بايمون سان كونتاكت، سيرفيس اللي يخليك تخلص بسرعة وبكل أمان كل قضية أقل من 30 دينار. نحكيه على المبلغ اللي ممكن تخلص به بالسيرفيس هذايا. نحكيه على عدة عروض أخرى أيضا، شوفوها مع بعضنا. حرفنا الأوفياء، مرحبا بكم الناس الكل في مغازاتكم كارفور. اليوم باش نهزوكم للغيون اوتوموبيل، تلقاو عندنا دي برودوي بور لي زونتروتيان استيتيك للي حب كرهبته ديما جديده وديما نظيفه، عندنا لي شامبوان بور لي فواتور، وتلقاو زاده دي نيتوايون لقطايع كرهبتكم الكل كيما لي نيتوايون جونت، لي نيتوايون بنو، لي نيتوايون انتيريور، لي نيتوايون فيتر، لي نيتوايون بلاستيك اي تابلو دبار، وحتى من لي نيتوايون موتور. مازلنا مكملين معاكم في لي برودوي دونتروتيان استيتيك. باش تلقاو عندنا زيدا لي تيغون بات و لي برودوي دونتروتيان كوير، ومازلنا في ريون اوتوموبيل و توا باش نتعداو نحكيو على لي برودوي بور لي زونتروتيان ميكانيك، وين باش تلقاو برشا شوا في لي زويل دو فيدونج، لي زاديتيف كاربوران، ليكيد دو رفرديسمون، ليكيد بور لاف غلاس و او دي مينيراليزي. في كارفور باش تلقاو زيدا لي باتري وحتى من لي بنو، وهذا الكل باسوان ممتازه. وتوا باش نتعداو للي زاكسيسوار اوتوموبيل، وين باش تلقاو كل ما تسحقوه كيما لي غون دو لافاج اون ميكروفيبر، لي بو دو شاموا، لي زيبونج، لي بارفان دامبيونس وغيرهم. ما تنساوش نذكركم عندنا بصفه حصريه لي برودوي كارفور، كيما ريتو في ريون اوتوموبيل عندنا برشا شوا، اسواننا ممتازه. ميلا مرحبا بكم الناس الكل. كل المعطيات تلقاها على باج فيسبوك كارفور تونيزي وعلى سيت ويب كارفور.ان. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. جهاد أزعورة، الاسم هذايا ركزنا معاه برشا وركز معنا برشا المدة الأخيرة، خاصة في علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكن على مستوى المستوى هذايا أمس تعلن مديرة الإعلام بصندوق النقد الدولي أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور تخلى عن مهامه مؤقتا من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح وفق تعبيرها. أحترم سؤالك الثاني في علاقة بالسيد أزعور. للتأكد ليس هناك أي تضارب مصالح، فإن جهاد أزعور مدير مكتبنا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قام بتعليق أنشطته مؤقتا صلب الـ IMF وهو الآن في إجازة. علاش يقول أو يحكي على تضارب المصالح جهاد أزعور؟ لأنه الأحد الفارط 32 نائب في البرلمان اللبناني يعلنوا ترشيحهم لجهاد أزعور كرئيس للبلاد. يقول قايل احنا علاش نسوقوا فيه الخبر هذايا؟ لأنه نعرفوا اللي ملفنا وإدارة ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي بين يدي جهاد أزعور، ما نعرفوش شكون اللي باش ينوبوا. هو مشى إلى مهام أخرى، مشى إلى مهام بلاده أو المسؤولية
مسؤوليات في بلاده ومسألة ترشيحه كرئيس للبنان، لكن هذا تقريبا يأثر ولا ما يأثرش؟ خليفة على خليفة نغزل لطفي نقوله خليفة تفضل أخويا هبلتوني هاي تفضل واحد منكم يحبك يلا لطفي العمال. يعني كنا أمس نستضيفوه بالهاتف كخبير مالي كمدير بالبنك الدولي على الشرق الأوسط، اليوم ربما نحكو عليه كرئيس محتمل لدولة لبنان الشقيق. نعرف أنه منذ اتفاق الطائف معناها تم اقتسام كعكة الحكم في لبنان بين ثلاث طوائف هامة، نحكيه على منصب رئيس الجمهورية للمسيحيين اللبنانيين ورئاسة مجلس نواب الشعب لحركة تقريبا مل، وبطبيعة الحال رئاسة الشيعة يعني ورئاسة الحكومة للبنانيين السنة. ومنذ ذلك الوقت أصبحت ثم مشكلة كبيرة خاصة عند نهاية عهدة الرئيس واختيار الرئيس الذي سيليه، وظل هذا المنصب رئيس جمهورية لبنان في إحدى المرات شاغر لما يزيد عن السنة ونصف. المرة هذه نعيش في نفس الحكاية، يعني فما شغور على مستوى منصب رئيس الجمهورية، وكالعادة فما مناكفات وتجاذبات كبيرة بين أهم القوى السياسية الموجودة في لبنان حول من سيقع عليه الاختيار ليكون الرئيس اللبناني القادم. وتم معناها الاختيار على هذه الشخصية المالية الدولية جهاد أزعور المدعوم من حزب الكتائب لسامي الجميل ومن القوات اللبنانية لسمير جعجع وبقية الفصائل الأخرى الأقل أهمية. وبطبيعة الحال هذاك علاش قدم هو معناها سهو من مهامه في صندوق النقد في البنك الدولي حتى لا يقع في تضارب المصالح، مع العلم أنه هذا الرجل هو شخصية مالية بالأساس قبل حتى ما يلتحق بصندوق النقد الدولي، كان وزير مالية في عهد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وحتى مع رفيق الحريري. وبطبيعة الحال اليوم بقدر ما يحظى بدعم المسيحيين الموارنة فهو ربما لا يحظى بنفس الدعم من قبل حزب الله وحركة أمل، فما اعتراض عليه حتى الطرف السوري يبدو لي زاد كيف ماهوش موافق عليه. في الأثناء الطرف هذا حزب الله حركة أمل والجانب السوري يسعى إلى تقديم سليمان فرنجية. جهاد زعور عنده حظوظ أنه ينجم يمر لأنه يحظى بدعم أولا الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة دول الخليج، لأن دول الخليج تعتبر أن المشكل اليوم في لبنان هو مشكل مالي، ولا بد من أن يكون الرئيس شخصية مالية قادمة من العالم البنكي وخاصة لها علاقات وطيدة جدا بالمانحين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك العالمي حتى يسهم في فض الأزمة المالية الحادة اللي موجودة فيها لبنان. يبقى أنه مش نشوفه بطبيعة الحال غدوة كيفاش باش تكون عملية التصويت داخل المجلس، هل سيتمسك حزب الله بمعارضته لجهاد أزعور مقابل دعمه لسليمان فرنجية؟ هذا ربما لعبة السياسة تو في الوقت هذا راهي قاعدة تدور في الكواليس اللبنانية على أشدها. خليفة، هو مهم متابعة المسألة أعتقد لأنه ثم نقاط تقارب جدا بيننا وبين لبنان في علاقة بصندوق النقد الدولي والاتفاق المبرم والمعطل وغيره. وهناك نظرية موجودة في المنطقة العربية القيادات ذات العلاقات الدولية اللي هي باش تنقذ الدول هذا بحكم إمكانياتها معناها على مستوى هذه العلاقات وفهمها للمقاربات الدولية في علاقة باقتصادية الدول في شبه الانهيار. كعلاش يجي اختيار أزعور ولا غيره وترحت حتى في تونس في أكثر من مناسب؟ وبعد 2011 أستاذ لطفي شفت كثير من الشخصيات والكفاءات، واحد مش شكك في مستوياتهم لا على جهة الكفاءة ووطنيتهم، اللي جاوا من الخارج كانوا في الخارج بالنسبة لتونس كناش نعرفهم ما قبل 2011 وما كانوش زادة موجودين في الخارج لأن معارضة سياسية وكذا، ولكن كانوا ناس يخدموا على روحهم برا ثم جاءوا معناها باعتبارهم أصحاب الكفاءات في العلاقات وغيرها، ولكن الحقيقة ما عملوش حاجة كبيرة في بلادنا
خلينا نقفوا في هذا الحدود، ما شفناش عملوا هالنقلة النوعية والسحرية اللي أنقذت البلاد بعد الثورة وحققت المطالب المادية والاقتصادية لتونس، ما صار حتى شيء، شفنا وجربنا هذا. بالنسبة للبنان كما قلت لك الآن هناك مراهنات طبعا في منطقة الدستور اللبناني، رئيس الدولة هو مسيحي، هذا متفق، ثم معناها تقسيم طائفي موجود في لبنان لتقاسم السلطة، هذا كموضوع آخر، ولكن الشخصية في نهاية الأمر تمر عبر مجلس نواب الشعب. هل سيفلح أنه هو يجي؟ يمكن هو مقترح من المقترحات باش يقعد صندوق يحكم فينا بجماعة أخرين في بلداننا وهم يطبقوا له تعليماته ويمشوا له برنامج، هم جابوه طول هو هذوم، هذا رو موجود لدينا احنا الى اليوم، ثمة اناس مازالوا يعتقدوا انه الخيار الامثل والانجع لبلادنا هو خيار صندوق نقد الدولة، ما زالت المقاربة، وثم كثير من الخبراء والمختصين واصحاب الباع والذراع في العالم بتاع الاقتصاد والمالية، وما زالوا يعتقدوا المدخل النهائي لبلادنا عبر ابرام اتفاق أي كانت طبيعة هذا الاتفاق، وهذا هو الجدل اللي موجود في تونس إلى اليوم، اللي كنا نستمع حتى قبيلة السيد مستشار رئيس الجمهورية أو غيره من أصحاب المقاربات، ثمة أناس موجودين كما قلت لك في تونس يعتبروا المهم نبرم اتفاق مع الصندوق باش يحللنا جوانا احنا في علاقة معناها في العلاقات البينية مع غيرها من الدول، متناسين في نفس الوقت أنه صندوق بنك هذا من جهة، وهذه البنكة عندها مقاربة ماهيش مجرد زادة بنك باش تعطي الفلوس، عندها رؤية هذه الاقتصادية معظمها تنحو ناحية توجهات الليبرالية، معظمها تنحو ناحية أن الثقل الكبير في الاقتصاديات هو لدور الدولة الاجتماعية. تو كلامك صواب، زعم المشكل فيش أنه الناس هذوما اللي عندهم احتراز على صندوق النقد الدولي قدموش بديل. تو سهل سؤال مهم ملاك للسيد وليد الحاجة، قالت له احنا رافضين شروط صندوق وهما متمسكين بشروطه، ايه شنو الحل؟ انا توا عندنا قد شويه تفضل شنو نعملوا على روحنا؟ مش نقول لك لا خاطر كان باش تقول لي نعملوا على روحنا، نعملوا على غيرنا، تنجم نقول لك المشكل كيما قلت لك ما فماش حلو. جات مجموعه وطيار ولوا يحكوا لنا على البريكس 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 وخزائن الصين ستفتح لتونس، خرج رئيس سفير الصين في تونس قال سيلونس ما عندكم حتى حل الا صندوق النقد الدولي، الصين راهي ما تعطيش فلوس، ما تعطيش الصين تعطي مشاريع وتنفذها هي واصعب من الصندوق الصين. باهي انت في وضعيتك الحاليه انت مدان للصندوق، الصندوق يحب منك كيما انت عندك بنكه تحب منك 100 مليون، ما تجيش تقول اي تو نحب نبدل البنك، داكور خلص وبرا امشي دبر بنكه اخرى، انت مدان ليه، عندك معاه مشكل، عندك معاه باسيف كبير، القى فيه حل وجيب بديل. هذا هو، وانت توا خويا تكون معناها علامه فارقه في تاريخ الماليه العالمي مش حتى التونسيه، اعطينا بديل. احنا مشكلتنا وين؟ خطابنا الرسمي قائم على الرفض وعلى الضديه على اللا البدائل الممكنه يتبناها الخطاب الرسمي من عدم ما مثل اخرى من قبل نعملوا على رواحنا. تصور يلا جزء منه نعملوا على تصورك اخترته وضعية الاقتصاد الموازي في جزء من نبرم اتفاق مجزي مع صندوق النقد الدولي، يوخر معناها الإجراءات إلى أكثر ما يمكن، يمططها، هذا ممكن زادة، مش معناها ما نمشيوش في الإجراءات ولكن الإصلاحات تتوخر، لأن ما تعملتش تيلة السنين الماضية، السنين الماضية كل ما تعملتش 10 سنوات. علاش ما تعملتش؟ علاش ما تعملتش؟ في سوحة ما نمشيو فيها. لا لا مش سوحة، ما تعملتش لأنه اللي شدوا الحكم يخموا في مستقبلهم السياسي، يقول لك انا باش ترجع عود الرئاسه خسروا مستقبل شوي هوني النتيجه. اي هذيك حكايه اخرى، وحسنا قلت الكلام هذا بربي واخت اللي شدوا الحكومات المتعاقبه من الاول يجوا متحمسين قولوا باش نعملوا مصلحات من بعد يدوروا بهم هكا ولاد بسم الله المتملقين والمتزيفين اللي هما المستشارين، شو يقولوا له؟ قل له فك عليك من الاصلاحات، انت توا داخل على الانتخابات والاصلاحات هذه باش تفقدك الجماهيريه نتاعك، يولي هو يطفيها، وهذاك علاش صارت لنا مشاكل مع الصندوق النقد الجماهيرية شوية عاد يا سيد خلينا نكمل. هذه مش قضية شعبية، ناس تجوع مش حكاية شعبية. يا ولدي إذا الإجراءات تطبق في ظرف سنة وسنتين صندوق النقد الدولي هذا هو المطلوب، يلزمك تفهم يلزم يفهم صندوق النقد الدولي اللي راهو الإصلاح في تونس راهو مطلب وطني، مانيش نستنى فيه مش كون عارضه، راهو عندي أنا هذيا مشكلة شكون عارضه حتى على الشغل مش معارضه راهو من حيث المبدأ. خلينا نفهم عايشك يا خليفة ما تغمنيش راني نعرف.
شنو هي المشكله؟ عندنا مشكله الدعم. أيوه. رئيس الدوله قال يا اخوي خاف على السلم الاجتماعي. على عيني وراسي. طيب يا سيد الرئيس شنو مشروعك في ترشيد الدعم؟ تاو معناش مش قالوا باش نعملوا مينس باش تبدا تخدم من 1 جانفي هذا في قانون الماليه 23. وين المينص؟ تمش تحديد الناس اللي يستحقوا الدعم، هاو ما صارش. تيما هذا راهو الغلب. لا قبلنا شروط الصندوق ولا عملنا احنا اصلاحات. الحمد لله بقينا نرحبوا في الصندوق. توقفوا المفاوضات في بعض لجنيف لمؤتمر العمل الدولي. خذ راي بخليفه بعد الفاصل.